مهمة الصلاة، مهمة رمضان والصوم، مهمة الزكاة، مهمة الجراء، أن تبيض وجهك الباطن، أن تحسن وجهك الباطن، أن تصفي وجهك الباطن، هذه مهمة. حتى إذا حشرنا كنت مع الوجوه التي تبيض، الوجوه الناضرة التي هي إلى ربها ناظرة، الوجوه المسفرة الضاحكة المستبرة. فهل وقد مضت عليك الأيام من رمضان، 11 ليلة وعشر أيام مرت من رمضان، أبيض بها وجهك؟ تنقى، تصفى، عرف يستقبل القبلة، عرف وجهك الباطن يستقبل القبلة، يقصد وجه الله. من عمل عملا لي أشرك معي فيه غيري فكله للذي أشركه معي وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك، يقول ربك. فوجه وجهك، وجه وجهك. نحن ما عقدنا هذه المجالس إلا لتتوجه وجوه إلى من تعنو له الوجوه فيقبلها. لا والله، وإلا ما لنا حاجة لا بالمبنى ولا ما فيه. حاجتنا أن نجد من رحمة ربنا وجوها تعرف من خلقها، من فطرها، وتتخلى من الوجه إلى غيره، إلى الوجه إليه. فإذا جاء المحشر جمعنا وإياهم تحت خير مظهر، في تحت وجه خير البشر. اللهم لا تجعل لنا مقصدا